بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لعباده صيام رمضان ليكونوا متقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوه الله من خلقه اجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معشر الصائمين فان من معاني الصيام العظيمه التي يتعين علينا امه الاسلام ان نتدارسها وان نتواصى بها وان نتذاكرها المعنى الجليل الذي جعل حكمه لمشروعيه الصيام اقصد بها تحقيق التقوى فان الله سبحانه وتعالى قد قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه أول آيات الصيام في سورة البقرة وهي صريحة في أن الله عز وجل كتب الصيام علينا أهل الإيمان وجعل ذلك من من أجل الوصول إلى الحكمة الجليلة لعلكم تتقون. وفي آخر آيات الصيام كذلك وهي تتناول أحكام الصيام والمفطرات وما يتعلق بالاعتكاف جاء في آخر آية هذا السياق في قوله احل لكم ليله الصيام جاءت في اخاتمتها قول الله سبحانه كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون فان تكون ايات الصيام في سوره البقره مبتداه بايه ختامها لعلكم تتقون مختتمه بايه كان ختامها ايضا كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون هذه دلاله صريحه واضحه أن عباداتنا في الإسلام معشر المسلمين ليست مجرد هيئات ظاهرة ولا هي حركات آلية ولا رسوم جوفاء هي عبادات جليلة نتقرب بها إلى رب البرية والله عز وجل إنما يريد من العبادات تقوى العباد أجل كل العبادات يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون كل عباده شرعت لنا في الاسلام انما يراد لنا بها ان نصل الى حقيقه التقوى التي جاءت صريحه في هذه الايه الكريمه في الصيام يقول الله لعلكم تتقون في الصلاه يقول الله وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون في الزكاه يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والحج ايضا كذلك فان الله قال: وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وقال في آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال في الهدي والذبح في البدن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عودا الى الصيام معشر الصائمين لنقول: طالما فرضت علينا عباده جليله كالصيام فانما يراد لنا بها ان نحقق التقوى. التقوى التي يقول عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انها الخوف من الجليل والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل. ويقول عنها طلق بن عدي رحمه الله عليه هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو رحمه الله. وان تحذر معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذه العبارات الجليله التي تصف لنا التقوى هي من اجل ما جاء كثيرا جدا في نصوص الكتاب والسنه من الامر بالتقوى والحث عليها وبيان فضائلها ومكانه اهلها المتقين عند الله حسبنا ان الله عز وجل علق كل خير يرجى في الدنيا وفي الاخره على تحقيق التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. اذا هو المخرج من المضائق، وسعه الارزاق، وتيسير العسير، وتكفير السيئات، وتعظيم الدرجات، كل ذلك مرتهن بتحقيق التقوى. ياتي الصيام كل سنه في رمضان ليسوق العباد نحو مدرسه التقوى. فيتعلمون منها كيف يكونون اتقياء. اجل الصيام منهج عجيب شرعي حكيم في ان ياخذ العباد نحو سلم التقوى للارتقاء فيه درجه فدرجه. اذا كانت التقوى في حقيقتها هي ان نجعل بيننا وبين عذاب الله وقايه وان نتقي سخط الله وعقابه وذلك بامتثال اوامره والانكفاف عن محارمه فاننا نمارس هذا حقيقه في الصيام معشر الصائمين. ألسنا في الصيام ندع الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر حتى غروب الشمس وإن لم يطلع علينا من البشر أحد وإن لم يرى حقيقة هذا الصيام إلا الله سبحانه وتعالى هذا المعنى هو جوهر التقوى ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنه بعشر أمثالها وهذا ميزان الكرم الالهي مضاعفه الحسنات بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره والله عز وجل واسع الفضل وهو ذو الفضل العظيم. يقول كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لما يقول الكريم سبحانه ان اجر الصيام عنده وعليه جل جلاله. يأتي هذا معللا بقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي قال يدع طعامه وشهوته من اجلي انه الاخلاص، انه الخفاء، انه التقوى التي يراد لنا بالصيام ان نصيبها معشر الصائمين. هذه حقيقه عظيمه. وهي مرتبه شريفه يتنافس فيها الصالحون يتسابق اليها الاولياء لينالوا هذا الشرف العظيم ولما وصف الله الاولياء وهم صفوه البشر بعد الانبياء عليهم السلام قال الله عز وجل في اخص اوصافهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أمة الإسلام معشر الصائمين في طريق تحقيقنا للتقوى بالصيام علينا أن نجعل نصب أعيننا أنه ليس المطلوب من صيامنا جوع ولا عطش وليس المطلوب منا الاستكثار من تناول الطعام والشراب وسائر المباحات ليلا حتى الفجر لننهمك بعدها في نوم متصل أو كسل عميق حتى انتظار المغرب لإفطار على مثل ما تسحرنا عليه من يظن أن الصوم هو اختبار لقدرة التحمل على الجوع والعطش فقد أساء الظن بربه وما فهم حكمة الشريعة. الصيام ليس اختبارا وليس كشفا عن قوة تحمل البشر على صبرهم عن الطعام والشراب، وإلا فإن بعض البهائم أكرمكم الله لها أكثر من قدرة البشر في تحمل ذلك وليس يعقل فيها معنى الصيام. هذا الذي نفهمه ايضا من قول المصطفى عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه قول الزور قيل هو الكذب وقيل هو كل باطل والعمل به يعني بمقتضى هذا الكذب والباطل وفي بعض الروايات والجهل من لم يدع في صيامه هذه الامور الباطله من الزور والكذب والجهل يقول فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، الله غني عن صوم كهذا. ليس معنى هذا انه قد افطر وفاته صومه ذاك اليوم، لكن المقصود انه ما انتبه الى حقيقه المقصود من الصيام بصيامه وهو ان يحافظ على تقواه، التقوى التي تمنعه عن الكذب، عن الزور، التقوى التي تجعله مستشعرا انه عبد صائم، فان سابه احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم. هذه التقوى يا كرام هي المعلم الكبير الذي نسعى اليه امه الاسلام والذي نحرص على التواصي به والتذكير به وان ننهض بانفسنا وباهل بيوتنا وبالامه كلها من حولنا ان نعيش معنى هذا المقصد الشرعي الكبير وهو تحقيق التقوى لله جل جلاله بعبادتنا في الصيام احسب انني اوجزت ما يتعلق بهذا المقصد الكبير وربطه بعباده الصيام دعونا اذا ننتقل الى الحديث عن خطوات عمليه نحافظ بها على تقوانا لله ونحن صائمون معشر الصائمين، اجل فهذا مهم للغايه. كيف استطيع ان اصل الى التقوى في الصيام؟ واذا بلغت هذه المرتبه العظيمه كيف احافظ عليها؟ هذا يقودنا الى سلوك يومي يمارسه الصائم في ليله ونهاره ايام رمضان على حد سواء. وراس ذلك معشر الصائمين لبلوغ تقوى الله امتلاء القلب بتعظيم الله واجلاله فانها عتبه هذا المدخل الكبير لتحقيق التقوى لله يقوم قائم التقوى في قلب العبد كلما عظم الله وكلما احبه وخافه ورجاه هذه المعاني العظام عبادات قلبيه جليله اعلى الاسلام شانها وعظم امرها فاذا عظم العبد ربه عظم ما عظم الله والله عز وجل عظم العبادات مثل اركان الاسلام فان نعظمها ان تمتلئ قلوبنا ونحن نؤديها انها عبادات عظيمه اجرها كبير وهي ثقيله في الميزان عند الله ونحن نؤديها طواعيه وامتثالا وحبا وخضوعا وانكسارا نتقرب الى الله عز وجل ونقدم عباده نحب نحب ان نجدها في صحيفتنا يوم نلقى الله وملؤها تلك المعاني الساميه وليست عبادات تلفق كيفما كان هذا من صميم معنى التقوى لله عز وجل في العبادات عموما وفي الصيام خصوصا معشر الصائمين ايضا من سبل تحقيق التقوى الاستكثار من الطاعات الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فاستكثر عبد الله من الطاعات والعبادات والحسنات في نهار رمضان وانت صائم لتنال التقوى وفي ليل رمضان وانت قائم وفي غيرها من العبادات لتنال التقوى كلما استكثر العبد من الطاعات وزاد في رصيده من الحسنات كان حريا بأن يكون في عداد الأتقياء. الصوم وحده ثقيل في كفة الميزان، فكيف إذا خلط الصائم صومه بآيات قرأها ودمعات أيضا ذرفها؟ وخشوع حرك جوارحه واعضاءه وصدقات بذلها وتعاهد وبر واحسان وكلام طيب وسائر وجوه الحسنات الذكر والاستغفار والدعاء عبادات جليله من شانها ان تثقل كفه ميزان العبد وهو ينشد الوصول الى تقوى الله عز وجل وكذلك الشان في ليل رمضان فانها ساحه واسعه للتنافس يتسابق فيها الصالحون ايهم لله اتقى وايهم في رمضان عند الله اسبق وارقى اذا تحدثنا عن الاستكثار من الطاعات فمن الضروره ان نفهم يا كرام ونحن صائمون ان نفهم انه يقابل ذلك الانكفاف عن المعاصي ومجاهده النفس في التخلص من سيئاتها ليست مطالبه بالعصم فلسنا اهلها وليس المطالبه كذلك ها هنا ان يكون احدنا في معزل عن اقتراف ذنب وخطيئه فكلنا خطاء لكن المقصود ان نكون ونحن ننشد التقوى في رمضان اكثر مجاهده للنفوس في التخلص من سيئاتها التي طالما ادمنت عليها وطالما نجح الشيطان في ان يوقعنا في فخاخها وشراكها وحفرها، ان الاوان لان يقول احدنا لشيطانه اذا ما وسوس له بمعصيه وذنب وخطيئه ان يقول له اليك عني واعوذ بالله منك فاني صائم. تسلح بصومك عبد الله فانها جنه تتقي بها كثيرا من سهام الشيطان، اي إيوة والله واجعل من صيامك حصنا حصينا تتدرع به وتتقوى هي جوله ايها الصائمون من جولات الجهاد مع الشيطان والنفس الاماره بالسوء يكسب فيها المؤمن الجوله ويكون فيها اقوى وينتصر ليثبت بعد ذلك انه قادر على تجاوز تلك العقبات التي طالما ظنها جدارا مغلقا وابوابا حصينه بالصيام يا كرام نحن نحرص على الوصول الى اعلى المراتب واسمى الدرجات دعونا نتاكد ونؤكد على ان الابتعاد والمجافاه عن كل ما يخرم صوم الصائم وينقص من حسناته ويذهب كثيرا من اثر الطاعه علينا ان نتلافاها في رمضان، ابواب السيئات كثيره ومداخل الشيطان بالمعاصي عديده، لكنها في رمضان انما تكثر بين الناس في امور ما زالت هي منتشره بينهم واقصد بذلك سيئات البصر. وكذلك حصائد الالسن فالله الله ونحن صائمون امه الاسلام ان نحافظ على البصر من الاطلاق فيما حرم الله عز وجل واما القنوات والشاشات والاستسلام لها وان يكون الصائم اسيرا لمتابعه ما تعرضه وفيها ما يخدش الحياء ويتجاوز حد الشريعه وربما اصاب شيئا عظيما من امور الاسلام وقواعده العظام كل ذلك والله مما يجب ان نتواصى به لنربا بانفسنا ونحن صائمون عن الانجراف في تلك المستنقعات القذره الاسنه وان يكون صيامنا ارقى لنا واتقى وان نحافظ على صيامنا من اطلاق البصر خشيه ان نصيب به امرا حراما، او اللسان فنقع في غيبه او كذب او نميمه، ومر بكم الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هي مجاهده اذا اجل في الصيام والقيام في ان نحافظ على تقوانا لله في رمضان، هي مجاهده تستدعي همه عاليه ورصيدا كبيرا. ومواصله لطريق ينشد فيها احدنا البلوغ لهذه المرتبه الشريفه العاليه ايام تنقضي فاذا زال رمضان وانتهت ايامه وانقضت عدته وجد الصائم الساعي الى بلوغ التقوى انه قد حصل كنزا عظيما ونفسا تقيه يهنا بها بعد رمضان فيواصل المسير ويقضي بقيه عمره في عداد عباد الله المتقين كتبنا الله واياكم معشر الصائمين في عداد من قبل الله صيامه وقيامه فغفر له ما تقدم من ذنبه وكتبنا واياكم في عداد الصائمين المتقين ربنا تقبل صيامنا وقيامنا واجب دعاءنا واعتق من النار رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته اللهم احفظ البلاد والعباد وقنا يا رب شر كل داء وبلاء يا حي يا قيوم نسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغيثنا وأن تغيث قلوبنا بالإيمان وأن تهنئنا بالطاعة في رمضان وبزوال هذا البلاء وارتفاع الداء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في رمضان وبعد رمضان من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين، اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المجتبى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين